المشاهدين، هنا ميدان الرياضة. كيف كان مستوى الدوريات العربية لكرة القدم هذا الموسم؟ لماذا تراجع الهلال في السعودية وتلكأ السد في كأس أمير قطر؟ وبعد مخاض إداري عسير في مصر، هل سيبقي الزمالك على أماله بنزال الأهلي عن عرشه؟ وما هي أسباب تراجع الوداد البيضاوي في الرمق الأخير أمام غريمه الرجاء في الدوري المغربي؟ أماني مرحبا. يعني عدد كبير من الدول العربية لا يمكن تغطية معظم البطولات العربية في حلقة واحدة، ولكن أبرز هذه البطولات سنتناول المراحل الأخيرة فيها في هذه الحلقة. مساء الخير جوزيف، بداية لك ولجميع مشاهدي ميدان الرياضة. بالأمس جوزيف في الرياضية المفصلة تحدثنا عن موضوع التلاعب والمراهنات في الجزائر، موضوع شائك كان. وأيضا تحدثنا عن موضوع المغرب وتأجيل المباريات وبعض الدوريات التي سنتحدث عنه اليوم أكيد. وكما ذكرت أيضا سيكون هناك العديد من الدوريات العربية، سنحاول شمل أكبر عدد من الأندية العربية. طبعا جوزيف، هذه الأندية التي تورد أصلا النجوم إلى الدوريات الأوروبية في الآونة الأخيرة. صحيح. لذلك لابد اليوم من الحديث عن هذه الدوريات. وأكيد في هذه الحلقة لدينا الكثير من الطرائف والغرائب، نجم الأسبوع العربي والدولي، تغريدة الأسبوع العربية والدولية، وفيها سنتابع العالم يبتسم والزعيم حزين في الدوري السعودي، الملك الشرقاوي يصدم الجميع في الإمارات، وفي المغرب إلى متى يستمر الوداد في التفريط بالنقاط، وبعد بداية واعدة مع الضيف الجديد بيراميدز، الدوري المصري يترنح. وأخيرا سنتابع في هذه الحلقة السد والتحيل يتبادلان العزفة على الملاعب المونديالية. قبل البدء في هذه الحلقة مشاهدينا، نذكركم بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج عبر فيسبوك ميدان الرياضة باللغة العربية، ولمقترحاتكم عبر البريد الإلكتروني للقسم الرياضي sports@almayadeen.net. ولمزيد من الأخبار الرياضية ولمتابعة برنامج الميادين وميدان الرياضة تحديدا، يمكنكم زيارة موقعي الميادين بالعربية الميادين.net وبالإسبانية espanol.almayadeen.net، وتظهر العناوين في الأسفل. كانت نسخة 2019 من الأقوى في تاريخ الدوري السعودي، مبارزة حتى الرمق الأخير بين قطبي الرياض الهلال والنصر، 8 محترفين على أرض الملعب وأكبر معدل حضور جماهيري، فلمن ابتسم اللقب السعودي؟ حتى المرحلة الأخيرة كان الفارق نقطة واحدة للنصر. احتشد 60,000 متفرج على الساد الملك فهد لمشاهدة العالم أمام الباطن الهابط لدرجة الثانية، فيما التقى الهلال حامل اللقب في آخر موسمين مع الشباب، لكن جمهوره عزف عن الحضور لضعف حظوظه. النصر كان يكفيه الفوز، وبرغم معادلة الباطن مطلع الشوط الثاني أنقذه مجددا هدافه التاريخي المغربي عبد الرزاق حمد الله، فيما جاء فوز الهلال باهتا وفي اللحظات الأخيرة. أحرز النصر لقبه الثامن مقابل 15 للهلال، برغم ترويج النادي الأصفر لارتفاع ألقابه إلى 17 بمختلف التسميات. دفع الهلال ثمن موسمه المتوسط واستقالة رئيسه الأمير محمد بن فيصل، فيما تعول جماهير الزعيم على عودة الأمير نواف بن سعد صاحب 5 ألقاب في 3 سنوات. فشل الأزرق باستغلال هدية الاتحاد الفائز على النصر في المراحل الأخيرة، فسقط أمام التعاون ثالث الدوري وبطل الكأس، ما دفع عضو شرفها الوليد بن طلال إلى مطالبته بمزيد من التركيز وتقديمه 1,000,000 ريال مكافأة للنصر. موسم تفاخر الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة تركي الشيخ بنجاحه، بيد أن رئيس النصر سعود السويلم تحدث عن ظلم واضح وعن انتصاره على الحكام والأندية المنافسة.
للحديث عن الدوري السعودي معنا من الكويت الكاتب الرياضي سمير بوسعد. اهلا بك سيد سمير في ميدان الرياضه. بدايه يعني اسالك، هل فوز النصر بالدوري السعودي لهذا الموسم كان بسبب احقيته وبروزه فنيا ام بسبب التراجع الاداري الرياضي لنادي الهلال؟ طبعا السؤال حمل بالاجابه بمعنيين، يعني الهلال طبعا كان هو المرشح الاكبر لللقب، وكان بالامتار الاخيره طبعا هو الرقم واحد، هو الزعيم صاحب اللقب السادس عشر، لكن حدث هناك مشاكل اداريه كثيره واخرها استقاله رئيس النادي وتغيير بعض المدربين، فادى هذا الامر الى تراجع الاداء الفني للاعبين الهلال، رغم انه يملك لاعبين كثر، يعني لاعبين مميزون امثال جوفينتو وعطيف وادواردو والشلهوف. هذا التراجع الاداري ادى الى انعكاس على بعض اللاعبين وانعكاس على الاستراتيجيه الموضوعه لنهايه الدوري، وشفنا يعني خسارتهم بالتعاون كانت هي الضربه القاسمه التي ادت الى تراجع الهلال والى خيبه امال جماهيره، جماهير الزعيم طبعا الازرق. فهذا الامر ادى الى تراجع مستواه، بالتالي الى ضياع الكثير من النقاط، اضاع الكثير من النقاط في خلال من خلال صراع على الامتار الاخيره بالنسبه للدوري لهذا الموسم، مما جعل الفرصه اكبر الى وصول النصر، لا سيما ايضا هناك سبب ثالث غير المشاكل الاداريه، هناك تراجع الاهلي، اهلي جده اكيد، تغيير مدربين رغم ان كان عمر السوم متقدم ويصنع الفارق، واصابته اثرت على الاهلي فخف فابتعد كثلاثي عن المنافسه على اللقب، فكان النصر هو الجاهز. النصر طبعا فنيا لم يكن جاهزا بشكل كبير، انما النصر اولا واخيرا مفتاح هذا الفوز او اللقب بهذا الدوري هو الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، سجل 35 هدف وهو هداف الدوري السعودي وكسر الرقم القياسي لعمر السومه، وكان هو بيضه القبان والعلامه الفارقه التي جعلت من النصر بطلا للدوري ويعود بعد غياب عن منصات التتويج. والنصر هو طبعا فريق عالمي، فريق لا يستهان به، فريق له شعبيه وقاعده كبرى في الرياض واحد قطبي الرياض طبعا. نعم. فهذه احد الاسباب الكبيره، واعتقد انه من وجهه نظر شخصيه ان عبد الرزاق حمد الله هذا وجد هذا اللاعب المغربي بدعاء والدته على المدرجات، يعني دائما تكون موجوده ويسجل من كل الوضعيات، يعني لاعب مهاجم نادر وقناص فعلا، فكان يختار يعني يقتنص الفرص القاتله او الفرص غير المحظوره للتسجيل فكان يسجلها حمد الله. نعم. هذا هو السبب الاول والاخير بعتقد، تاتي الاسباب الاخرى ذكرناها وذكرتها في سؤالكم وتقريركم. نعم، دعاء الوالده مستجاب عاده سيد سمير. سيد سمير، تحدثنا سابقا بميدان الرياضه عن الدوري. بنهنيك كمان بالبرنامج الجديد، يمكن شفنا البرنامج كثير حلو. شكرا جزيلا. الله يوفقك ان شاء الله. شكرا جزيلا. فضل. تحدثنا فضل. سابقا في ميدان الرياضه عن الدوري السعودي، انه بحل بين اول عشر بطولات من حيث انتقالات الدوليه للاعبين، هل انعكس ذلك ايجابا برايك على اداء انديته ام انه نتائج المنتخب في كاس اسيا الاخيره لا تبشر بالخير؟ اعتقد انه لا لم ينعكس بشكل ايجابي على المنتخب مثل ما تفضلت، بالعكس كان امر لم يؤثر كثيرا، يعني شفنا هناك معايشات كثيره لنواف العابد للدوسري في انديه اسبانيه لما كان مستلم تركي آل الشيخ رئيس هيئه الرياضه قبل ان ينتقل الى الترفيه، فلم ينعكس هذا الاداء المنتخب على اداء الانديه، يعني دائما الانديه هي تصنع المنتخب وهي تكون واجهه التقييم الفني والادائي بالنسبه لاي دوري في العالم وبالنسبه لاي كره تصنف في مصاف النظام بوزيتيف بالنسبه لفيفا، يعني فكان هناك اخفاق طبعا المنتخب السعودي في مونديال روسيا بالاضافه الى كاس اسيا الاخيره لم يكن على ذاك المستوى، كان هناك تذبذب في الاداء، كان هناك عدم انسجام بين اللاعبين، عدم مزج بين اللاعبين المخضرمين واللاعبي الجدد، كان هناك ركاكه في الامر، انما الانديه اعتمدت على نفسها، ومثل ما تكلمت طبعا كان الدور الاكبر لبعض اللاعبين النجوم اللي ظهر من ضمن عبد الرزاق حمد الله، من ضمنهم جوميز كان مع الهلال قدم مستويات كبيره بعد اعاره عمر خريبين لاعب السوري وظل لاعب في اسيا الى نادي بيراميدز المصري، اكيد هذه اسباب جعلت الامر الانديه تتفوق، ولكن المنتخب كان انعكاسه سلبي، انا برايي لم يكن ايجابيا على الانديه. نعم. ابقى معنا لو سمحت سيد سمير من السعوديه جزاه، سننتقل الى المغرب وموضوع اخر ايضا. يتميز الدوري المغربي بتنوع المنافسين على اللقب، فمنذ عام 2003 مع حسنيه اكادير لم ينجح فريق واحد بالتتويج موسمين على التوالي برغم تناوب غريمي الدار البيضاء الوداد والرجاء على اقتناص اللقب تلو الاخر. يحيى جبران، جبران اكيد تبرع
يتربص الوداد والرجاء بالصدارة هذا الموسم قبل مرحلتين على النهاية، إذ يتصدر الوداد بفارق 3 نقاط، لكن الغريب في المراحل الأخيرة كان مسلسل إهدار النقاط، فالوداد لم يفز في المباريات 5 الأخيرة وتعادل فيها الرجاء 3 مرات بعد تقليصه فارقاً تخطى 20 نقطة بين الذهاب والإياب. يحارب الوداد على جبهتين، فهو يستعد لملاقاة الترجي التونسي الجمعة المقبل في ذهاب نهائي دوري الأبطال، ما دفع مدربه التونسي الخبير فوزي البنزرتي الذي أشرف سابقاً على الرجاء إلى الإقرار بالضغوط. ورأى محسن يجور هداف الرجاء أن خصمه يعيش رعباً بعد إهداره النقطة تلو الأخرى في الأمتار الأخيرة من الدوري، آخرها عندما أنقذ نقطة بمعجزة أمام اتحاد طنجة. الوداد حامل اللقب 19 مرة مقابل 11 للرجاء لن يخوض مؤجلاته بعد المرحلتين الأخيرتين عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص، يعني ذلك أن المنتخب المغربي سيستعد لكأس أمم أفريقيا قبل انتهاء الدوري، حيث يحترف القليل من لاعبي أسود الأطلس محلياً مقابل الكم الكبير لنجومه الموزعين في القارة الأوروبية. للحديث عن الدوري المغربي معنا من مدينة أسفي المغربية الكاتب الرياضي نور الدين مفراني. سيد نور الدين، أهلا بك في ميدان الرياضة. يعني الوداد تراجع بشكل كبير في المراحل الأخيرة من الدوري المغربي، هل يعود سبب ذلك برأيك لتفرغ نادي الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يستعد لمواجهة الترجي التونسي؟ أهلا بك. الوداد تراجع في الجولات الأخيرة وهو من أعطى لرجاء فرصة العودة والمنافسة مجددا على اللقب. أكيد أن المنافسات القارية دور كبير في تراجع الوداد، لكن أيضا هناك في الدوري المغربي لا يوجد استقرار كبير في النتائج. حتى الرجاء نفسه عندما كان يلعب في المنافسات الإفريقية ضيع مجموعة من النقاط السهلة خصوصا في ميدانه. الإشكال في المغرب أن الدوري أن البطولة هذه السنة لم تكن مستقرة في النتائج، لم تكن مستقرة في مواعيدها نتيجة مشاركة 5 أندية مغربية في المنافسات القارية، وأدى ذلك إلى نوع من كثرة المتصدرين. في البداية كانت أولمبيك أسفي الحتمية أكادير، ثم بعد ذلك جاء الرجاء، ثم الوداد. النصف الثاني من الدوري ظن الجميع أن الوداد سيحسم اللقب مبكرا، لكن في الجولات 5 الأخيرة أضاع تقريبا 12 نقطة، وهو ما سمح للرجاء أيضا بالعودة. الرجاء بنفسه أضاع 4 نقاط سهلة، كان من الممكن الآن أن يكون هو المتصدر. نعم سيد نور الدين، برغم تأكيد رئيس لجنة المسابقات أن الدوري لن يؤجل، تم تأجيل آخر مرحلتين إلى الشهر المقبل، من سيخدم هذا التأجيل أكثر برأيك، هل الوداد أم الرجاء؟ ولكن سيخدم الفريقين، ليس لا الوداد ولا الرجاء. الوداد كما قلت هو من أدى إلى هذا التأجيل، الكل بما فيهم حتى الرجاء كان يعتقد أن الوداد ينتظر حسم الوداد للقب، حتى الجماهير الودادية حتى الجماهير الرجاوية كانت فقط أقصى طموح جماهير الرجاوية هو أن تشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم وأن تحتل المركز الثاني الذي كانت فيها صراع كبير مع الحسنية ومع اتحاد طنجة، حسمته في الجولات الأخيرة. من أعطى للدوري المغربي كما قلت هذه القوة هو النتائج الأخيرة للوداد. أعتقد أنه التأجيل سيكون مفيدا للطرفين، حتى رجاء أنها أنهكت في الموسم في الموسمين الماضيين، رجاء لم يتوقف نهائيا عن المشاركة كأس الكونفدرالية، كأس السوبر، كأس الكونفدرالية مرة أخرى. الآن هو يحتاج أيضا للراحة، يملك مجموعة من الإصابات، الوداد بدوره يحتاج الآن للتركيز على نهائي الإفريقي أمام الترجي، وهو نهائي مهم بالنسبة للوداد. من سيستفيد الوداد ورجاء سيواجهان فريقين مهددين بالنزول، المغرب التطواني والكوكب المراكشي. الوداد لو فاز باللقب الافريقي سيعطيه دفعه معنويه لحسم اللقب، هو محتاج ل3 نقاط من 6 ممكنه لحسم اللقب، بينما لو خسر النهائي الافريقي قد يؤثر ذلك معنويا عليه.
نعم سيد نور الدين، يعني نشاهد عدد كبير من النجوم المغاربه يتالقون في الملاعب العربيه، يعني عبد الرزاق حمد الله ونور الدين مرابط مع نادي النصر السعودي، يوسف العربي مع الدحيل القطري، بالاضافه الى وليد ازارو مثلا مع الاهلي المصري. هل برايك اصبح الدوري المغربي هو الرافد الاساسي للبطولات العربيه لكره القدم؟ تقريبا في السنوات الاخيره اصبح اللاعبون المغاربه يذهبون كثيرا الى الدوريات الخليجيه لعدة أسباب، من بين أن الأندية الأوروبية لا تدفع أموالا مهمة لجذب لاعبين مغاربة، أغلى صفقة كانت مؤخرا هي للاعب رجاء الذي ذهب إلى إيطاليا، لكن الدول الفرق الخليجيه هي تعطي مبالغ جيده للانديه المغربيه، نعم، بالاضافه الى اجور جيده، وهو ما ادى الى ان اغلب نجوم المغاربه يذهبون الى الدوريات الخليجيه. هذه اولا. ثانيا، ان الدوريات الخليجيه لم تعد بنفس القيمه السابقه، تطور مستواها بشكل كبير، شاهدنا الصراع الكبير في الدوري السعودي وكيف انتهى هذا الموسم بين النصر والهلال. شاهدنا ايضا صراع كبير في الدوري الاماراتي، شاهدنا صراع كبير في الدوري القطري، هناك مستوى متطور للانديه للدوريات الخليجيه، يؤدي ايضا الى ان اللاعبين المغاربه يفضلون ان يذهبوا الى دوريات، نعم، في بلدان ثقافه متقاربه. نعم سيد نور الدين ابقى معنا لو سمحت، وسيد سمير أيضا سنعود إليك بعد قليل. جوزيف، نتحدث في المغرب عن تأجيل المباريات وبعض التخبطات أو اللخبطة إذا ممكن أن نقول، ولكن بالمقلب الآخر بالإمارات كما ذكر سيد نور الدين، ذكر الإمارات، ولكن في الإمارات كان هناك مفاجأة حققها نادي لأول مرة، اعتادت جماهير عادة الإماراتية على تتويج العين وشباب الأهلي والجزيرة في المواسم الماضية في الدوري، ولكن المفاجأة المدوية فجرها نادي الشارقة بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 96. قبل سنتين دمج ناديا الشارقة والشعب فارتقى مستوى ممثل إمارة الشارقة بحثا عن لقب طال انتظاره. في بداية الموسم الحالي وضعت إدارة الشارقة هدفا أساسيا عدم احتلال مركز أدنى من المرتبة السادسة على غرار الموسم الماضي، ولم يكن أكثر المتفائلين يتوقع منافسة على اللقب، لكن فريق الإمارة الباسمة وجد نفسه متصدرا بعد أربع جولات، بينما بدأت الأندية المرشحة للفوز باللقب تتهاوى على غرار العين والوحدة والجزيرة وشباب الأهلي. تمسك الملك بصدارته، ورغم تراجعه في نهاية الموسم حصد لقبه الأول منذ عام 1996 والسادس في تاريخه. اللافت أن وصيفه شباب الأهلي، وبعدما استهل الموسم بشكل سلبي تحت قيادة الشيلي لويس سييرا، تسلق المركز تلو الآخر بعد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا. حصد فرسان دبي 8 انتصارات في المباريات التسع الأخيرة، فحققوا ثنائية الكأس، علما أن النادي خضع أيضا لعملية دمج ناديي الشباب ودبي مع الأهلي. ظهرت آثار الدمج وزيادة الميزانية في الشارقة بصفقات التعاقد مع الموهوب البرازيلي إيغور كورونادو، أفضل لاعب أجنبي في الدوري، متفوقا على زميله الجلاد ويلتون سواريز، مع الإبقاء على المدرب المواطن عبد العزيز العنبري صاحب جائزة أفضل مدرب، فيما نال عادل الحوسني جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس. انتهى الدوري على وقع دموع وذكريات في إمارة الشارقة، وأهازيج ومسيرات وأغاني كلها تجمعت احتفالا بلقب غاب مدة 23 عاما، فعاد الملك الشرقاوي بعد موسم رائع لكتيبة العنبري. سيد سمير بوسعد نعود إليك، تحدثنا في بداية هذا التقرير أنه الجماهير الإماراتية لم تتعود على تتويج نادي جديد، تعودوا دائما على أن يسمعوا العين أو حتى الجزيرة أو شباب الأهلي دبي، ولكن اليوم ورهنوا أيضا كثيرا أنه الشارقة أو الشارقة كما قال سليم عوادة في التقرير أنه لن يستطيع مجاراة هذه الأندية الكبيرة، ولكن بالفعل استطاع وفاز باللقب. هل برأيك هي طفرة أم هي ثمرة دمج هذا النادي اللي
ذلك الذي كان بعام 66 اسمه نادي العروبة وتم دمجه لاحقا مع نادي الخليج عام 74 ليصبح فيما بعد الشارقة، أم هو فعلا سيستعيد أمجاد الثمانينيات والتسعينيات؟ طبعا زي ما قال زميل سليم عواض هو الخبير يعني أستاذ الشارجة، طبعا الشارجة كان اسمه العروبة، كان هو فريق كبير جدا في فترة الثمانينات، وأكيد كان صاحب ألقاب، لكن فورة المال فورة الحداثة وفورة الكرة الرقمية التي أصبحت تعتمد على المال كثيرا وبناء واستيراد اللاعبين واستخدامهم إلى الأندية، ظهر الفترة الأخيرة طبعا آخر 10 سنوات العين والجزيرة ودمج دبي مثل ما تفضلت بتقريركم الكريم أوجزته بكل المحطات في الكرة الإماراتية، فالشارجة كان هو الملك فعلا، أعاد يعني زمن الكرة لا تعرف يعني كبير وصغير، اللي تعرف المجتهد وتستفيد من أخطاء الآخرين، يعني صفة الملك الشارجة هو يدلنا أو يذكرنا بمارادونا مع نابولي، يعني هو الملك طبعا عندما هزم ميلان واليوفي وكل الأندية الكبيرة والثرية والغنية والتي كانت مسلطة عليه الأضواء، فهذا الشارقة يعود حاليا بالكرة الإماراتية، وهذا بالعكس أمر جيد جدا، ووصل إلى أبطال آسيا، أصبح سجل اسمه حاليا في أبطال آسيا، وإلى مهاجمه البرازيلي أكيد كان له دور كبير في تحصيل الأهداف وإلى زيادة عدد نقاط أعتقد 56 نقطة، يعني هذا إنجاز كبير. طبعا هناك مشاكل كثيرة، العين أدخن طبعا، وأصحاب السعادة نفس الشيء، والجزيرة ودمج أهل دبي والشباب أكيد هنا انعكاسات انعكست على الكرة الإماراتية، وعطت المجال للشارجة فريق متمكن، فريق يعني مدرب وطني العنبري استطاع أن يصل فيه يعني خطوة خطوة، ورأينا منذ بداية الدوري 4 مباريات كيف كان يحصد النقاط 12 مقابل الخسارات التي تعرض لها الكبار مثل العين والجزيرة وأهلي دبي طبعا. هذا يعتقد أنه الشارجة عودة نعم. حميدة وعودة مهمة جدا إلى المنصات التتويج، وهذا يعتبر انعكاس على الكرة الإماراتية التي تحتاج إلى عناصر جديدة، أعتقد بعد طبعا الانحدار في المستوى اللي شفناه في كأس آسيا اللي استضافوها طبعا في الإمارات. نعم سيد سمير وسيد نور ابقيا معنا بعد الفاصل سنتحدث عن جزاف قبل الفاصل طلع نعم. اسمه الشارجة نعم. لا الشارقة ولا الشارقة كما قال سليم واسم التصويب يعني يتم لفظه بعدة لهجات صحيح. يعني بعد صحيح. الفاصل سننتقل للحديث عن الدوري المصري وكأس قطر لكرة القدم، لحظات ونتابع ميدان الرياضة. من جديد سنبدأ الآن من الدوري المصري. جوزيف، خاضت مصر كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990 وخرجت من الدور الأول بثلاث خسارات رغم تواجد النجم العالمي محمد صلاح، تستعد حاليا لاستضافة كأس أمم أفريقيا بشكل طارئ بعد سحبها من الكاميرون، لكن بطولتها المحلية شهدت معمعة تلو الأخرى. صحيح أن الدوري المصري شهد دخول منافس جديد وغير اعتيادي أي نادي بيراميدز، وأن المنافسة بين الأهلي والزمالك لا تزال مستمرة حتى الرمق الأخير، إلا أن سلبيات كثيرة طغت على جولاته، تغيير في المواعيد وتبديل برامج ونقل مباريات وتخبط في تعيين الحكام وتهديد بالانسحاب إلى غياب جماهيري مستمر في المباريات الهامة. فبعد انطلاق الموسم على وقع انفصال وزير الرياضة السعودي تركي آل الشيخ عن الرئاسة الشرفية للأهلي وإطلاقه نادي بيراميدز في محاولة لزعزعة القلعة الحمراء، كان الزمالك هو المهدد الفعلي للأهلي، وستكون قمتهما المرتقبة أساسية في تحديد اللقب. فالأهلي حامل اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة يتقدم غريمه ب7 نقاط، لكنه لعب مباراتين أكثر، ومع انشغال الزمالك بنهائي كأس الاتحاد الأفريقي وخسارة أمام مضيفي نهضة بركان المغربي بهدف قاتل يوم الأحد، تأجل المزيد من مبارياته، ويطالب رئيسه الجدلي مرتضى منصور بتأجيل مواجهتها الحاسمة مع الأهلي إلى ما بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا. يعد الموسم الحالي من الأسوأ في تاريخ الدوري المصري، لكن أي نتيجة إيجابية لمنتخب الفراعنة في المسابقة القارية قد تبدل المعطيات، خصوصا في ظل حضور الجماهير الطواقة لمعانقة المدرجات بعد غياب. سيد نور الدين مفراني من مدينة أسفي المغربية، نعود إليك برأيك، يعني مباراة الأهلي والزمالك التي قد تكون حاسمة على لقب الدوري المصري لهذا الموسم، لمن ستكون فيها الأفضلية ولو أن المباراة قد تكون بعيدة وربما بعد التأجيلات التي حصلت بسبب كأس أمم أفريقيا؟
أكيد أن هذه المقابلة ستكون هي الحاسمة، لكن متى ستلعب؟ هذا هو السؤال. السؤال الآن لماذا أن الزمالك سيلعب نهاية الأسبوع القادم لقاء إياب أمام نهضة بركان، ومنتخب المصري يعتمد بشكل كبير على لاعبي الفريقين، وبالتالي بالتأكيد أن اللقاء سيلعب بعد نهاية كأس أمم إفريقيا، لكن قد يحسم الدوري أيضا قبل أن يلعب هذا اللقاء العام. الزمالك له 4 لقاءات مؤجلة، الأهلي له لقاءين، في حالة خسارة الزمالك 3 نقاط فمن الممكن وفوز الأهلي من الممكن أن يحسم اللقب قبل ذلك، لكن في حالة فوزهما هما الاثنان بكل لقاءاتهما فموعد اللقاء سيحدد بشكل كبير من المستفيد. نعم. أكيد لو لعب اللقاء بدون لاعبين دوليين فالزمالك سيكون أفضل، لأنه الأهلي يملك أكثر لاعبين دوليين من الزمالك، أو العكس حسب كما قلت حسب من سيكون متقدما عن الآخر قبل اللقاء، وحسب جاي متى سيلعب اللقاء. لعب قبل النهائيات سيعرف معطيات حسب ظروف الموعد، او لعب بعد النهائيات. اعتقد ان الدوري المصري أضعفته كثرة التأجيلات وغياب الجماهير أيضا. نشير سيد نور الدين أن الزمالك خاض مساء الأحد مباراة نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع نادي نهضة بركان المغربي، وخسر في اللحظات الأخيرة بهدف دون رد، ومباراة الإياب أماني ستكون في القاهرة، ونادي الزمالك يحشد يحكى عن 70,000 متفرج قد يكونوا متواجدين في الملعب لدعم نادي الزمالك، بينما الأهلي لا يشارك قاريا حاليا بعد خروجه من المسابقات القارية. نعم جوزيف، بالرغم من أنه يعني كما يتحدث الجمهور المصري أنه الأهلي شعبيته أكبر بمصر من الزمالك كانت في الفترة الماضية، يعني ولا تزال أكيد ولا تزال، ولكن ربما بيراميدز يستطيع اليوم خرق هذه الثنائية ربما في المواسم المقبلة. تركي آل الشيخ وعد بتدعيم فريق بيراميدز بالموسم المقبل. تماما جوزيف، صحيح أنه في أفريقيا مصر تتحضر لأمم أفريقيا، نعم. ولكن في آسيا هناك تحضر لاستضافة حدث عالمي كبير جدا، المونديال، وهو مونديال 2022. نعم. من هذا المونديال سنذهب للحديث عن قطر. تبادل السد وتحيل الألقاب في قطر، السد بطلا للدوري بخسارة واحدة، وتحيل يرد بكأس الأمير في نهائي غريب ليؤكدا سطوتهما على مشهد الكرة القطرية. نتابع. استعاد السد لقب الدوري بعد سيطرة لتحيل 4 مرات في السنوات الخمس الأخيرة، فرفع لقبه 14 بتشكيلة ذهبية ضمت الإسباني تشافي نجم برشلونة السابق ومواطنه جابي مع الجزائري بغداد منجاح الذي حلق ب 39 هدفا. في كأس الأمير كانت المناسبة مزدوجة مع تدشين ملعب الجنوب أو الوكرة المونديالي. الزعيم القطري استفاد من نواة المنتخب المتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه على غرار أكرم عفيف وبعلام خوخي وحسن الهيدوس وعبد الكريم حسن وبيدرو ميغيل، ومثله فعلت حيل مع هداف آسيا المعز علي وفريقه المطعم بالمغربيين مهدي بن عطية ويوسف العربي والياباني تشويا ناجاجيما والبرازيلي الموهوب أدميلسون. بداية نهائي كأس الأمير أمام رئيس فيفا المطمئن على ملاعب المونديال جاءت غريبة مع تقدم سداوي لأكرم عفيف وطرد هدف تحيل المعز علي، لكن تحيل مع مدربه البرتغالي روي فاريا القادم منتصف الموسم وصاحب الخبرة مع مواطنه مورينيو عاد بقوة وقلب النتيجة إلى 4-1 برغم غيابات عدد من أساسيه. في المقابل ودع السد مدربه البرتغالي يوسوالدو فيريرا ونجمه الإسباني تشافي الذي سيتحول إلى التدريب بنهاية مباراة باهتة وطرد 3 من لاعبيه المتوترين.
سيد سمير بوسعد، نعود إليك. تحدثنا يعني قبل هذا التقرير أن قطر تنتظر مونديال 2022 ومنتخب قطر ينتظر المشاركة في هذا الحدث العالمي. برأيك اليوم احتكار السد والتحيل للبطولات والألقاب في قطر وللاعبي المنتخب أيضا يعد أمرا سليما لهذا المنتخب الذي سيشارك في مونديال 2022؟ طبعا كما تفضلت سماني أنه دائما الفرق القطرية الآن يعني تسير ضمن سياسة واضحة وموضوعة بالنسبة للمونديال 2022. كل ما نشوف الأندية اللي عم تطلع وكل ما نشوف اللاعبين اللي عم يتجنسوا واللي عم يدخلوا في الكرة القطرية عم يأدوا شيء كبير لهذه للكرة القطرية، وعم يكون في نوع من التصاعد للأداء الكروي في قطر. طبعا الدحيل كان يعتبر قبل اسمه يعني الأخوية قبل أن يصبح الدحيل، فالسد حاليا أخذ هو اللقب ومن فضل هدافه بغداد بنجاح طبعا 39 هدف وتبادل المراكز أو الألقاب. السنة الماضية كان الدحيل، فهذا يعتبر أنه السد والدحيل هما واجهة الكرة القطرية حاليا، يعني عودة عيال الذيب والسد طبعا إلى الواجهة مجددا. هذا يطمئن الكرة القطرية والشارع الرياضي القطري أن بدأ هناك ترتيب أكثر بالنسبة للمدربين، بالنسبة للاعبين الموجودين، بالنسبة للاعبين القطريين أو غير اللاعبين الذي سيأتون لاحقا. طبعا تشافي ذكرته بتقريركم الكريم أنه تشافي احتمال كبير أكيد، ومثل ما صرح فريرا بعد ما انترك السد القطري أنه سيكون يعني مدرب أنه يعرف الكرة القطرية ويعرف اللاعبين، وانضم أكيد من 2005 طبعا مع راؤول جونزاليس وبدأت رحلته في الملاعب القطرية. أكيد حينعكس على المونديال، بس أنا برأيي أنه الشخصي ما راح ينعكس بانعكاس كبير جدا، يعني أكيد حيكون هناك منتخب جاهز من ضمن ممكن معز علي أو بسام الراوي أو اللاعبين اللي أخذوا كأس آسيا، وممكن هناك مدربين يعودوا. كان هناك حكي عن زيدان وغوارديولا، لكن هذا الأمر صعب لأن زيدان ارتبط في الريال لعقد 2022 على ما أظن، وغوارديولا أكيد سيتي ما راح يفرط فيه لأنه عينه على تشامبيونز ليج الموسم المقبل بعد أن أخفق في هذا الموسم. أعتقد أن الكرة القطرية يعني هي تهندس أمرها، أهمها هي استضافة هذا المونديال بغض النظر إذا كان لها منتخب يمثل بشكل صحيح أو لا يمثل الكرة القطرية بشكل صحيح في المونديال، لأن هدفها هو الاستضافة أولا وأخيرا وانعكاس هذا الاسم والأمر على قطر بالنسبة للاقتصاديين والسياحيين وأكيد ترتيب أمورها في المنطقة. سيد سمير، مع نهاية جولتنا على أبرز البطولات العربية، من هي الدوريات العربية برأيك الأقوى والأجمل والأكثر حماسا؟ يعني إذا أردت أن تسمي لنا أجمل ثلاث دوريات عربية ماذا تختار؟ طبعا الدوري السعودي أولا، الدوري المغربي ثانيا، وفي عندنا طبعا الدوري يعني بين التونسي وبين القطري. قطري كونه نجوم يعني نجوم، فتستمتع أنك تلاقي نجوم كبار عم موجودين في الأمر، لكن المغربي والسعودي هما الطاغيان، يعني هما الأكثر جماهيرية وأكثر تنافسا وأكثر شعبية وأكثر فورة هذا الموسم. يعني وين الدوري المصري يا سيد؟ وين سيد سمير الدوري المصري؟ الأهلي والزمالك ولو بيزعلوا لنا جماهير الأهلي. لا لا بالعكس، احنا ما فينا نصنف. انت سألني سمير جوزيف انه افضل ثلاث دوريات هذا الموسم، صح؟ طبعا الأهلي يعاني على ابطال افريقيا، والزمالك ايضا يعاني من نهضة بركان امس مغلوب يعني من يومين 1-0، وبيراميدز دخوله ومشاكل تركي آل الشيخ مع محمود خطيب، يعني كثير عملوا شو اعلاني، ومرتضى منصور بهرها. فاكيد الامر الشو الاعلامي اكيد كان في مصر، لكن كقوه كمنافسه شريفه ومحترمه وبشكل فعلي يعني وفي الروح الرياضيه هي في الدوريات اللي تسميتها يعني. سيد نور الدين، من هي الدوريات الاجمل برايك عربيا هذا الموسم؟ الدوري السعودي كان رقمها قد موسم طريقة التنفس فيه كان مثاليا. أكيد الدوري المغربي له قيمته، حضور جماعي خاصة من شاهد إيقاع القمة وديان الدار البيضاء بين الرجاء والوداد، سواء الذي لعب في الدار البيضاء أو الذي هجر إلى مراكش. الدوري المصري بالنسبة لي يبقى رغم ذلك يملك ذلك القيمة بحكم قيمة الأهلي والزمالك، رغم أنه الغياب الجماهيري والتلاثم الكبير الذي يحدث داخله قد يفقده قيمته الفنية. لم نعد نتحدث كثيرا عن عن عن, عن ما يجري في الملعب، أصبحنا نسمع كثيرا ما يجري خارجه، شتائم، اتهامات،
للاسف نعم. ولكن اعتقد نعم. كما قلت ان الدوري السعودي، الدوري المغربي، الدوري المصري والدوري الاماراتي هذا الموسم كان رائعا ايضا بدوره ويستحق التنويه. نعم، شكرا جزيلا سيد نور الدين مفراني، كنت معنا من مدينه اسفي المغربيه. شكرا جزيلا ايضا للسيد سمير بوسعد من دوله الكويت للحديث عن البطولات العربيه اماني كانت يعني، وبالنهايه بالفعل يعني اجمع الضيفان بانه الدوري المغربي الذي تحدثنا عنه والدوري السعودي بالاضافه للدوري الاماراتي وهناك ايضا الدوري القطري كانت يعني من ابرز البطولات العربيه لهذا الموسم. قد تكون هذه الدوريات جوزيف التي يعني ربما تدفع اكثر اموال على اللاعبين والاستثمار او فيها المواهب أكثر ايضا وفيها مواهب كبيره مثل الدوري المغربي الذي هو من أبرز روافد اللاعبين للدوريات العربية الأخرى وحتى الأوروبية أيضا. صحيح جوزيف. سننتقل الآن من العالم العربي إلى العالم الأوروبي مع نجم الأوروبي لهذا الموسم كان أماني أياكس أمستردام، يعني فريق لا يملك الكثير من الأموال إنما يملك مواهب كثيرة كما في الدوري المغربي، إنما على المستوى الأوروبي أياكس أمستردام مرة جديدة سرق الأنظار بعد موسمه الرائع، فاحتشد قرابة 100,000 من جماهيره في شوارع العاصمة للاحتفال بلقبي الدوري والكأس المحليين. للمرة الأولى منذ عام 2002 يحقق أياكس الثنائية كما بلغ نصف نهائي دوري الأبطال في مشوار رائع، وكاد يبلغ النهائي لولا إنجاز توتنهام الإنجليزي الخارق في الثواني الأخيرة. حقق أياكس أمستردام لقب الدوري للمرة 34 في تاريخه بعدما حسم المنافسة مع آيندهوفن بفارق 3 نقاط. احتفل لاعبوه مع المشجعين عبر ترديد الأناشيد وكان أبرزهم المهاجم الصربي دوسانتا ديتش المتفاعل بقوة مع الإنجاز. رأينا أيضا جوزيف بالأمس نادي يوفنتوس يتوج باللقب ويتوج كريستيانو رونالدو أفضل لاعب لهذا الموسم في الدوري الإيطالي. صحيح في إيطاليا. ألفت أماني أنه في البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى لنبدأ مثلا مع إنجلترا، مانشستر سيتي أحرز لقب الدوري الموسم الماضي واحتفظ بلقبه هذا الموسم. في فرنسا باريس سان جيرمان أحرز لقب الدوري الفرنسي واحتفظ بلقبه. في ألمانيا بايرن ميونخ احتفظ بلقبه. أيضا في إسبانيا برشلونة احتفظ بلقبه وفي يوفنتوس احتفظ بلقبه. في إيطاليا يوفنتوس احتفظ بلقبه. وهذه للمرة الأولى البطولات الخمس الأوروبية الكبرى حامل اللقب في الموسم يحتفظ بلقبه في الموسم التالي سويا مع البطولات الخمس. بالدوري الإسباني الموسم المقبل لن يحتفظ برشلونة بلقبه. ربما هذا وعد من زين الدين زيدان. وعد من زين الدين زيدان. زين الدين زيدان أماني كان هناك حديث لافت لما حصل في مباراته الأخيرة مع اللاعب الويلزي جارث بيل بأنه حتى لو كان يملك تبديل رابع في مباراة الأخيرة في الليغا لم يكن ليدخل جارث بيل ليودع جماهير سانتياغو برنابيو، بينما جارث بيل نهايته مع فريق ريال مدريد قد يكون فيها مشكلة كبيرة بالطريقة التي سيتخلى عنه فيها النادي الملكي. يعني كلنا بانتظار لنرى الانتقالات التي ستحدث جوزيف في جميع الأندية، وحتى ذلك الوقت خلينا نكمل الحلقة وننتقل لنجم الأسبوع العربي. نجم الأسبوع عربيا هو المغربي عبد الرزاق حمد الله، حطم اللاعب المكنى بالجلاد رقما قياسيا صامدا منذ عام 2000 في الدوري السعودي. سجل مهاجم النصر السعودي 34 هدفا في الدوري المنصرم متفوقا على الأهداف 33 التي سجلها حمزة إدريس في موسم 2000. المحترف السابق في النرويج والصين وقطر أهدى لقب الدوري مع النصر لوالدته، وتفوق ابن 28 في الترتيب بفريق 14 هدفا عن أقرب منافسيه، وأضاف 14 هدفا في كأس خادم الحرمين الشريفين. هذا ما كان يتحدث عنه منذ قليل سمير بوسعد عن دعاء الوالدة. صحيح، وهو يعني يهدي أهدافه لوالدته. وعبد الرزاق حمد الله بالفعل يعني من أبرز النجوم المغاربة، يعني ونتمنى أن يتواصل تألق هذا اللاعب ويساعد المنتخب المغربي ربما في مناسبات مقبلة. وإلى نجم الأسبوع دوليا هذه المرة.
نجم الأسبوع دوليا الإسباني رافائيل نادال، أحرز نادال لقبه الأول هذا العام بتتويجه بلقب دورة روما للماسترز للمرة التاسعة في مسيرته على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا. كان النهائي الأول بين النجمين على الملاعب الترابية منذ رولان غاروس عام 2014. قلص نادال الفارق في المواجهات المباشرة إلى 28-26 مع ديوكوفيتش، وحسم المباراة بمجموعتين لواحدة، والأولى كانت ساحقة 6-0 ليحرز لقبه القياسي 34 في بطولات الماسترز. يؤكد نادال مرة أخرى أنه الأفضل في تاريخ الملاعب الترابية مع تتويجه 11 مرة في كل من رولان غاروس وبرشلونة ومونتي كارلو. إبرو 32 سيبحث في رولان غاروس عن تعزيز رقمه القياسي، فيما يحلم ديوكوفيتش البالغ 31 عاما بإحراز لقبه الرابع الكبير تواليا للمرة الثانية في مسيرته ليرفع رصيده إلى 16 لقبا كبيرا. أمان يعني هناك عدة نجوم دوليين في هذا الأسبوع، من بينهم لاعب تورونتو رابترز كواهي لينارد، هذا اللاعب الذي تألق كثيرا في البلاي أوف وقاد يعني فجر الاثنين فريقه لتقليص الفارق في نهائي المنطقة الشرقية مع ميلوكي باكس، بينما جولدن ستيت ووريورز يعني يتقدم بفارق كبير على بورتلاند تريل بليزرز 3-0. جوزيف، تحدثنا في بداية الحلقة عن الدوري المصري أو بالفقرة الأولى عن الدوري المصري، لذلك كان لابد من أن تكون تغريدة الأسبوع العربية اليوم من مصر أيضا لنتابعها معا. لنتابعها. إذن اخترنا تغريدة الأسبوع العربية من مصر. كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا عن تميمة المسابقة التي تحتضنها مصر بين 21 من حزيران يونيو والتاسع عشر من تموز يوليو. تم إطلاق اسم توت على الطفل الذي يمثل التميمة تيمنا بالملك الفرعوني توت عنخ آمون، حيث ظهر الطفل بغطاء رأس فرعوني مرتديا طاقم منتخب مصر. هذه أول نسخة يشارك فيها 24 منتخب يا جوزيف، ومصر نظمتها 4 مرات سابقا، آخرها كان في عام 2006، وتملك أيضا الرقم القياسي مع 7 ألقاب آخرها كان في عام 2010. بتحب التوت؟ أكل التوت يعني؟ بموسمه إيه. طيب، هذا هو توت الطفل الذي سيكون نجم كأس أمم أفريقيا المقبل التي ستستضيفها مصر. إذن عدة منتخبات قوية ستشارك وفيها منتخبات عربية قد تكون مرشحة لإحراز هذا اللقب، علما بأن مصر حلت ثانية في النسخة الأخيرة مع المدرب هيكتور كوبر أماني قبل المشاركة في كأس العالم. وإلى تغريدة الأسبوع الدولية. تغريدة الأسبوع الدولية لنادي أتلتيكو دي مدريد الإسباني. عرض أتلتيكو فيديو لهدافه الفرنسي أنطوان غريزمان يعلن فيه ترك نادي العاصمة. قال بطل العالم وصاحب 133 هدفا في 257 مباراة مع وصيف الدوري الإسباني: بعد 5 سنوات رائعة أريد أن أقول للأنصار الذين منحوني دوما كما كبيرا من الحب بأني اتخذت قرارا ترك النادي من أجل السعي نحو تحديات أخرى. في الحقيقة كان من الصعب علي أن أسلك هذا الدرب، ولكنه الدرب الذي أشعر أنه ضروري بالنسبة لي، ولذا بودي أن أشكركم جميعا للحب الذي أبديتموه لي طيلة هذه السنين. غريزمان كان قريبا من الارتباط سابقا ببرشلونة، وقد تبلغ قيمة فسخ عقده 120 مليون يورو، علما أماني أنه جمهور أتلتيكو مدريد في المباراة الأخيرة قام بإطلاق صفيرات الاستهجان ضد أنطوان غريزمان وطلبه بالرحيل لأنه برأيه يعني لم يكن وفيا بما فيه الكفاية للنادي العاصمة. بما أنه لدينا الكثير من الطرائف والغرائب جوزيف، سنذهب مباشرة إلى الطرائف والغرائب. أبشري. يلا. سنبدأ هذا الخبر الحزين. نوبتان قلبيتان أصابتا حكم كرة القدم في بوليفيا وأوديتا بحياته. كانت المباراة بين فريقي أولويز ريدي وأورينتي بيتروليرو في دقيقتها 47 عندما سقط الحكم فيكتور أوغو أورتادو على الأرض. هرع اللاعبون والأطباء لإسعافه وتم نقله إلى المستشفى. وقد انهار ابن الحدية 31 في المنطقة التي ترتفع أكثر من 4000 متر فوق سطح البحر في الأنديز، وذلك بل ذكر طبيب فريق أولويز ريدي أن الحكم عانى من نوبة قلبية على أرض الملعب وأخرى حادة عند وصوله للمستشفى. والغريب أن المباراة استكملت بعد دخول الحكم الرابع للحلول بدلا من أورتادو. صحيح، للأسف. كان أسبوعا غريبا للأسترالي نيك كيريوس، ضرب إرسالات غير اعتيادية
في مواجهة الروسي دانييل ميدفيديف، ثم في دورة روما حصل على عقوبة تحكيمية بحسم شوط من رصيده في المجموعة الثالثة من مباراته أمام النرويجي كاسبر رود، عمد إلى رمي كرسي داخل الملعب ثم غادر قبل انتهاء المباراة. بدأ المسلسل قبل يوم عندما هاجم الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا ووصفه الإسباني رافائيل نادال بكلمات عنيفة، فقال عن الصربي لديه هاجس مرضي مع حاجة أن يكون محبوبا، يريد أن يكون روجيه فيدرير، يريد أن يكون محبوبا لدرجة أني لا أستطيع أن أتحمل ذلك، أنه أمر محرج، في حال لا يمكنك أن تفوز علي فأنت لست الأفضل في التاريخ. وعن نادال، قال كيريوس عندما تغلب علي الأمور تسير بشكل جيد ويقول لك أنك منافس قوي وأنك لعبت جيدا، ولكن عندما تغلبت عليه بدأ يقول أنه لا يحترمني وأنه لا يحترم جماهيري، ليس لديه أي احترام للعبة، ولكن عما يتكلم، كنت ألعب بهذه الطريقة سابقا ولم يتبدل أي شيء. حسيتك كيريوس أنت عم تحكي. يتميز لاعبو البرازيل بردود فعلهم لدى اختيارهم لتمثيل منتخب بلادهم، آخرهم الشاب ريتشارلسون نجم أفرتون الإنجليزي احتفل بصحبة عائلته بقرار المدرب تيتي استدعائه للمنتخب البرازيلي المشارك في بطولة كوبا أمريكا، جلس أمام التلفاز على الأرض مع أفراد عائلته ولدى الإعلان عن اسمه قفز كالطفل فرحا بهذا الأمر، إذ سيخوض بطولته الكبيرة الأولى مع منتخب السامبا. بعد ريتشارلسون ننتقل إلى العداء الأمريكي إنفينيت تاكر، لعب دور سوبرمان في نهاية سباق 400 متر حواجز في أركنساس الأمريكية، وجد نفسه بأنه سيخسر السباق فرمى نفسه بطريقة طائرة استعراضية، قال مازحا أمامي بعد نهاية السباق مبررا هذه الحركة، رأيت والدتي عند خط الوصول فقفزت لمعركتها. اللاتفي كريستابس بورزينغس نجم فريق دالاس ميفريكس تعرض لاعتداء دموي من مشجعين في بلاده، أصابوا اللاعب الفارع الطول في وجهه وتسببوا في جرح فوق حاجبه، ضرب اللاعب بكرسي لكنه لم يتعرض لإصابات خطيرة. سبب الاعتداء المتداول على بورزينغس يعود إلى غضب المشجعين من رحيله عن صفوف نيويورك نيكس والانتقال إلى دالاس ميفريكس في يناير الماضي. كان سؤالي جوزيف هون بس كيف استطاعوا كيف أن يصيبوا يعني كيف وصلوا له 100%؟ قاذفات. بعد صراع طويل مع مرض عضال توفي والد اللاعب الهندوراسي ماينور فيجيروا، لكن بعد مباراة فريقه هيوستن دينامو وبورتلاند في الدوري الأمريكي أخبره زميله أوسكار بونييك غارسيا بالنبأ، لينفجر ابن 36 بالبكاء ويرافقه زملائه خارج الملعب. كان نبأ حزينا آخر الأمان يعني بعد رحيل هذا الحكم من بوليفيا، هناك والد هذا اللاعب فيجيروا الذي يبلغ بهذه الفاجعة بعد نهاية المباراة. الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور لا يزال مستمر بهوايات عرض أمواله أو البعض من أمواله، بدأ ابن 42 منشغلا بهاتفه الجوال طارحا سؤالا على متابعيه، برأيكم كم هو هذا المبلغ ليناهز الرقم المليون دولار للملاكم الغريب الأطوار والذي لم يخسر طوال مسيرته الاحترافية؟ هذا خبر دون تعليق، تفضل كمل. أهدى أياكس أمستردام لقبه 34 في الدوري الهولندي إلى لاعبه السابق عبد الحق نوري، فقدم النادي اللقب لوالد اللاعب الذي تعرض لسكتة دماغية في مباراة ودية قبل عامين أجبرته على اعتزال اللعبة. ألفت أن اللقب 34 يشبه الرقم الذي كان يرتديه اللاعب الصاعد والبالغ راهنا 22 عاما، علما أمانه في عدد كبير من اللاعبين المحترفين في هولندا من أصول عربية يرتدون اللاعب رقم 34 تكريما لعبد الحق نوري. في مباراة استعراضية في كرة الصالة حاول أحدهم التلاعب بالأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي رفعا الكرة فوق رأسه، لكن من الكرة المرتدة لعب ملك روما السابق كرة رائعة كانت بمثابة الرد القاسي على جرأة الاستهزاء بتوتي. نختم الحلقة مع جمهور بروسيا دورتموند الذي رفض التخلي عن فريقه برغم حلوله ثانيا في الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ البطل، وذلك بعد أهداره الكثير من النقاط. مشاهد بعد الفوز على مونشنغلادباخ في المرحلة الأخيرة كانت لافتة، ومعها ننهي حلقة اليوم من ميدان الرياضة. شكرا لمتابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.